السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعود مرة ثالثة ورابعة لأقدم لكم نصا تواصليا من مدرسة أرتا سكول، ومعكم السيدة بوجنان. للنص التواصلي بعنوان الحب العذري. سبق لنا أن تطرقنا إلى أو قدمنا قصيدة لجميل بن معمر في الحب العذري. فاليوم النص التواصلي سأوجهكم فقط، لأن نوع النص نوعا ما طويل، وبالتالي فإذا في الحب العذري لزاكي مبارك صفحة 168، حاولوا أن ترجعوا إلى هذا النص من فضلكم، وأنا سأباشر مباشر في الأسئلة والأجوبة حول النص، وعليكم أنتم أن ترجعوا إلى النص الأصلي في الحب العذري لصاحبه زكي مبارك. إذن تقديم النص، مر بك نموذج من الغزل العفيف وشرحناه من خلال القصيدة التي مرت بنا لجميل بن معمر في وهذا الغزل يعبر عن طريقة خاصة في الحب تقوم على التسامي بالعواطف، معنى أنه لا يمس الجانب الأخلاقي عند المرأة، فهو عفيف، ومن كلمة عفيف نعرف بأنه حب نقي طاهر، والمشاعر بحيث لا نجد أثرا للغريزة المبتذلة، فهو حب تبدو فيه المشاعر ملتهبة ويبدو فيه المحب في عالم غير عالم الناس، معنى أنه يهم في عالم وجداني خاص به، يعيش مع صورة المحبوب سامحا في خيال ينأى الواقع والحس، ما معنى ينأى؟ أي يبتعد عن كل واقع. وفي هذا السياق يندرج النص الآتي لزكي مبارك. ارجعوا إلى النص الحب العذري لصاحبه زكي مبارك. في أكتشف ما يقول ما مفهوم الحب العذري، ولعلي أعرف أنكم متمكنين الآن من تعريف الحب العذري بعد القصيدة التي مرت بنا وما سنقدمه اليوم بإذن الله. إذن الحب العذري هو حب خالص من شوائب الدنس، أنه نقي طاهر، طاهر شريف بعيد عن مزغ الشيطان. قل لك هل يتناقض الحب العذري مع جوهر الحب؟ على الإجابة، الحب العذري لا يتناقض مع جوهر الحب. الحب الحقيقي هو دائما الحب العذري، فهما كلمتان أو نفس لهما نفس المعنى، مع جوهر لأنه يسمو بالنفس. هذا هو الحب العذري وعلاقته بالعواطف. قل كيف يسمى الحب العذري في التراث اليوناني، وما العلاقة بين الحب العذري الذي نعرفه نحن العرب وعند اليونان؟ يسمى الحب العذري في التراث اليوناني في الحب الأفلاطوني. هما الأفلاطوني، بلاطوني كما يقولوا بالفرنسية، معنى أنه حب سامي، والعلاقة بينهما المثالية، معنى أنه مثالي، حب ممكن أن نقول فيه سمو العواطف المثالية والسمو الروحي. هذا هو العلاقة بين الحب الذي نعرفه الحال ونحن والحب الأفلاطوني. قلت بما وصف الكاتب الشاعر الذي يسمو إلى آفاق الحب العذري. الشعراء العذريون مثاليون، حبهم مثالي، وعندما نقول شيء مثالي معنى فوق المعقول إن صح التعبير. يعيدون عن الواقع، لذا لا تجدهم حققوا النجاحات في حياتهم العملية، من أنهم يعيشون في الخيال، خياليون أكثر من اللازم. هنا عشان مطيطر بعيدا بعد في أسئلة أكتشف مطيط النص، تعرفنا على ما هو الحب العذري وعلاقته بالحب أو الحب العذري عند اليونان. الآن في أناقش مطيط النص، قلت بين كيف يكون الحب العذري رياضة صوفية، ولماذا يبدو الحب العذري عاطفة غير طبيعية في نظر الكاتب.
اليد في الحب العذري عاطفة غير طبيعية لأنه يخالف طبيعة البشر. أنا المثالية عند البشر ممكن نقول أنها مستحيلة مثالية. ها الكمال لله سبحانه وتعالى. لأن علاقة الأرواح البشرية خاصة بين الرجل والمرأة. ما قوام جوهر الحب وما تعليقه؟ يتمثل جوهر الحب فيما قاله الكاتب، هو اقتحام والتحام واستئثار وامتلاء. لاحظوا جوهر الحب يتمثل في اقتحام، أنا اقتحام حياة شخص معين، والتحام أنا عندنا يلتحمان وفي المشاعر طبيعة الحال، واستئثار وامتلاك، كأن المحب يريد أن يستقطر أن يمتلك قلب الآخر وحبه وعواطفه. بين كيف يكون حب العذري رياضة صوفية. يكون حب العذري رياضة صوفية حين يدرب الإنسان نفسه على الترفع عن الماديات. أنا هو عندما يحب امرأة حبها لشخصها فقط، لروحها ليس لجسدها وإنما لروحها، هذا هو الحب العذري. الترفع عن الماديات وحب الشأن، لاحظوا هنا كما شرحت الآن، الترفع عن الماديات وحب الشهوات والنظر إلى الجمال في صورة سامية، هذا هو الحب العذري. ممكن أن يحب إنسان في الحب العذري، ممكن لشخص أن يحب امرأة معينة وهي بعيدة عنه، هذا نسميه الحب العذري. إذن ما نوع الحب الذي يقابل الحب العذري وما خصائصه؟ يقابل الحب العذري الحب الماجن. هناك حب العذري وكما عرفته سابقا الحب الماجن لا أخلاقيات، هو حينما يبدأ الشاعر في وصف جسد المرأة أو دقائق الجسد في أو دقائق الأمور عند المرأة. أبرز خصائصه إذن الإعجاب بالصورة المادية، لاحظوا هنا في الحب العذري قلنا الروحية، الصورة الروحية، بينما في الحب الماجن الصورة المادية للمحبوب، على أنه ما يهم في المرأة هو المادة ليس الروح. للمحبوب السعي وراء الشهوة البدنية. وفي أستخلص وسجل سأجمع لكم بين أكتشف وأناقش. إذن حدد القيم التي يقوم عليها الحب العذري. الحب العذري له قيم معينة لا يختلف عليها أو حولها اثنان. القيم التي يرتكز عليها الحب العذري هي السمو الروحي، الوفاء والإخلاص حتى وإن كان الحب بعيدا، والأداب النفسي مثل ما رأينا بين جميل وبثينة، وجميل تعذب نفسيا وجسديا من أجل إخلاصه لحبه لبثينة. الآن في أنواع الغزل، هذا الغزل العفيف وهذا ما كنا نتحدث عنه الذي يتسامى بالروح. الغزل الماجن وهو يميل إلى الماديات أكثر إلى الروحيات. والغزل الصوفي، الغزل الصوفي هو ما نسميه بالحب الإلهي. الحب الإلهي، الغزل الصوفي هو الحب الإلهي. لأن أعزائي الطلبة أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأرجو أنكم انتفعتم من هذه المعلومات حول الحب العذري، وإلى اللقاء في حصة قادمة. شكرا.